انطلاق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة فبراير في عدد من المدن والمناطق. السراج: استقلال المؤسسة العسكرية عن السلطة السياسية أمر غير مقبول والمبادرة المصرية مجرد أفكار. والسور يؤكد أن المكتب طالب غرفة عمليات البنيان بالاحتفاظ بكافة ما يتعلق بعناصر التنظيم من أجل استكمال التحقيقات. نشرة الثالثة من ليبيا بانوراما، مشاهدين أهلا بكم. تستعد منظمات المجتمع المدني وأهالي مدينة جنزور للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للاحتفالات بالمدينة بتزيين الشوارع والساحات. سيكون هو عبارة عن احتفال مبسط جدا جدا نظرا للظروف ومنبوش إهدار المال العام. بيكون مبسط بعد صلاة الجمعة. الانطلاق إن شاء الله حيكون من أمام اتحاد منظمات المجتمع المدني بمسير وموكب احتفالي كبير جدا جدا. المسافة حوالي كيلومتر، بيشارك فيه بيكون المشاركة من جميع أطياف المجتمع، بتكون زي الأوبرا لفبراير وكيفية انطلاقها. بمعنى يعني الشعب تطلع انه بيدير وبيغير نظام وبيغير لدولة حديثة، فهذا بيعبر عليه الأول طبعا الكشافة وطلبة المدارس وطلبة الرياض الأطفال وطلبة الأندية الرياضية. أعلنت اللجنة المشكلة من المجلس البلدي سبها والخاصة بالتجهيز للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير بدا انطلاق الاحتفال بهذه الذكرى. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة مساء الثلاثاء على أن يكون الاحتفال الرسمي بالمناسبة عصر يوم الجمعة. اللجنة المشكلة لتجهيز الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير للمواطنين الكرام ببلدية سبها بأنه سيقام احتفال رسمي كبير بهذه المناسبة يوم الجمعة القادم بساحة الاستقلال على تمام الساعة 5 مساء. وبذلك تدعو اللجنة المشكلة كافة المواطنين من رجال ونساء وأطفال إلى الحضور والمشاركة في إظهار الفرحة والبهجة بهذه المناسبة العظيمة. كما تعلن اللجنة أن الاحتفالات بهذه المناسبة قد بدأت منذ اليوم وتستمر حتى نهاية الاحتفالات، داعين من الله أن يوحد كلمة الليبيين ويجمع شملهم لبناء دولتهم. أيضا انطلق الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير الخميس وسط مدينة الزنتان. الحفل تخلله عدد من الكلمات من قبل ثوار ومشايخ المدينة تمحورت جلها حول التأكيد على مبادئ الثورة ولم الروح الشمل بين أبناء الوطن الواحد، كما تخلل الحفل عرضا عسكريا لمنتسبي المجلس العسكري للمدينة. الله في المصالحة الوطنية فهي بوابة بناء الوطن. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الزنتان مفدنا وسام أزواغي. بداية وسام، هل وضعتنا في أجواء الاحتفال اليوم بمدينة الزنتان؟ نعم، مراسم الاحتفال هنا في مدينة الزنتان كانت دعوة فيه عامة لكل من أراد أن يحضر. مراسم الاحتفال هي إحياء الذكرى السادسة لثورة فبراير، وتخلل بعد ذلك عرض عسكري لكافة السرايا المنطوية تحت المجلس العسكري لزوار الزنتان. كان حاضرا عميد بلدية الزنتان السيد مصطفى طاروني ورئيس المجلس العسكري السابق مختار الأكبر وعضو مجلس النواب السيد عمر زيد وزير الدفاع السابق ايضا وسام الجويلي كان من ضمن الحضور. الدعوه كانت مقدمه لكافه عمداء المناطق المجاوره والمدن المجاوره لمدينه الزنتان. حقيقه العديد من الشخصيات الاعتباريه المحليه كانت حاضره. بدات المراسم الفعليه بطعن الكلمات. كان حضور شعراء مدينه الزنتان حاضرا بقوه. العديد من ابيات الشعر التي ذكرت تزامنا مع احياء ثوره فبراير. كان عميد بلدية القلعة ووصل أيضا عميد بلدية الخامس وجلش، وجاءت العديد من المناطق. حقيقة
بعد ذلك بدأت المرأة المثالية لانطلاق هذه الذكرى السادسة ومختاره اليوم السادس عشر تزامنا مع اليوم الذي خرج فيه أهالي وشباب من مدينة الزنتان للخروج ضد النظام السابق. كتيبة المخابرة كانت حاضرة، كتيبة الدروع والمدعية هي من قامت بالاستعراض، أيضا العديد من الكتائب التي استعرضت آلياتها العسكرية، وصلت أعداد السيارات العسكرية التي تم الاستعراض بها إلى أكثر من 100 سيارة، وصلت المسافة أثناء الاستعراض إلى العديد من الكيلومترات عندما اصطفت هذه السيارات في جانب بعضها. كانت بعض الكلمات من عمداء المدن المجاورة، كذلك أبيات الشعر. حقيقة هي هذه الذكرى كان حاضرا بقوة هنا في مدينة الزنتان. نعم. طيب وسام، ما هي أبرز الرسائل التي تضمنتها هذه الكلمات التي تم إلقاها خلال هذا الحفل؟ نعم، خلال اتجاهنا ولقائنا بالعديد من الشخصيات سواء كانت شخصيات محلية أو مواطنين عاديين من مدينة الزنتان، الكل كان متفق على أن ثورة فبراير ستظل باقية سواء هذه السنة أو مستقبليا. هم يودون أن يرسلوا رسالة بأن لا ذنب لما يحصل الآن من انشغال سياسي أو من شراكات سياسية يأتي هذا بالسلب على أحياء هذه الذكرى. هم ما زالوا مستمرين على أحياء هذا المحفل مؤكدين على مبادئ وأهداف ثورة 17 من فبراير. كانت رسالتهم واضحة لما تقينا بهم، هذا الاستعراض العسكري جاء فقط لمجرد أحياء هذه الذكرى ولعودة روح الثورة الفبرايرية لهؤلاء الشباب، وليست هي رسالة كما فجرت من بعض من ذكر في صفحات التواصل الاجتماعي بأنهم يطاردون أعدادهم العسكرية ويطاردون الأفراد العسكرية وداخل سكنات التابعة للمجلس العسكري دوار الزنتان. ما يلفت للنظر هنا عند وصولنا ليلة الأمس وقمنا بجولة داخل مدينة الزنتان، تشهد المدينة عمارا واضحة في البنية التحتية، العديد من المستشفيات التي تم افتتاحها كمستشفى الولادة ومستشفى الأطفال. نعم. ومستشفى السكري هنا ومستشفى الكولا. نعم نعم وسام، أعتذر منك لضيق الوقت. مفدنا وسام الزواغي كنت معي عبر الهاتف من مدينة الزنتان، شكرا جزيلا لك. أفاد المجلس البلدي لمدينة البيضاء الأربعاء عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بإلغاء الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة فبراير وتأجيله إلى حين استقرار الأوضاع. وأكد المجلس أن هذا التأجيل جاء لأسباب أمنية بحتة حسب قوله. وفي السياق ذاته أخلى المجلس مسؤوليته عن أي احتفال أو تظاهرة تتم الدعوة إليها أو القيام بها. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن خليفة حفتر قد أهدر فرصة ثمينة أخرى بهدف إيجاد حل ينهي الانقسام السياسي في ليبيا. وأوضح السراج في بيان له الأربعاء إن زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة كانت بدعوة من قبل القيادة المصرية، والتي أبلغته بإلغاء اللقاء الذي كان سيجمعه بخليفة حفتر بعد رفض الأخير دون أن يبدي أي مبررات وفق نص البيان. هذا وقال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إن النقاط التي أعلنتها وزارة الخارجية المصرية كانت مجرد أفكار وتصورات ستناقش مع حفتر وعقيل صالح، موضحا أن اللقاء لم يحدث وأن القطع بالاتفاق يحتاج موافقة كل الأطراف. وعبر السراج خلال حديثه مع موقع العربي الجديد الأربعاء عن استيائه من رفض حفتر وعقيل اللقاء، مشيرا إلى أن مسألة استقلال مؤسسة الجيش بقرارها بعيدا عن أي سلطة سياسية أمر غير مقبول بحسب وصفه. عقب زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وخليفة حفتر وعقيل صالح للقاهرة وأعلان الخارجية المصرية عن نقاط عدة في بيان قالت إنها القاسمة المشتركة بين السراج وحفتر، أفصح السراج في حديث لموقع العربي الجديد عن أن النقاط التي تناولها البيان كانت مجرد أفكار وتصورات كانت ستناقش مع صالح وحفتر قبل رفض الأخير مقابلته، وأن القطع بالاتفاق يحتاج موافقة كل الأطراف. هذه الزيارة عبر عنها عضو المجلس الرئاسي محمد عماري بأنها لا تمثل المجلس، إنما هي تصرف فردي صادر عن السراج ولا تمثل روح التوافق، قائلاً إن أي تعديل على الاتفاق السياسي يجب أن يكون ضمن الاتفاق ذاته وبالآليات المنصوص عليها.
وبشأن المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش، فصرح السراج بأن استقلال الجيش بقراره بعيدا عن أي سلطة سياسية أمر غير مقبول، وكل دول العالم جيوشها تخضع لمظلة سياسية، وهو ما وصفه رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان بالأمر الإيجابي، مشيدا بموقف السراج الذي ينسجم مع الإعلان الدستوري والمسار الديمقراطي. ونفى السراج تعرضه لضغوط من أجل الجلوس مع حفتر قائلا: أنا معني بالتوافق، وقيادة جسم انبثق عن اتفاق ليبي يصل بليبيا إلى بر الأمان. استقبلت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود إبراهيم حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية، وفدا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة محمد معزب النائب الثاني. واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية. هذا وصرح رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان الخميس لأحدى وسائل الإعلام بأن طرح مبادرات موازية للاتفاق السياسي يربك المشهد أكثر، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري لدول الجوار ومساعيها لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. ووصف صوان موقف السراج بشأن استقلال الجيش بقرارها بعيدا عن أي سلطة سياسية بالأمر الإيجابي، مشيدا بموقف السراج الذي ينسجم مع الإعلان الدستوري والمسار الديمقراطي. تضمن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء مناقشة اللقاءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية مع الأطراف الليبية خلال اليومين الماضيين. وشدد السيسي على حرص بلاده على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دعم مؤسساتها بحسب وصف البيان. قال عضو المجلس الرئاسي محمد العماري في بيان له الأربعاء إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لا تمثل إلا شخصه ولا تعكس روح الوفاق. وأوضح العماري أن أي تعديل على الاتفاق السياسي يجب أن يكون ضمن الاتفاق ذاته وبالآليات المنصوص عليها، داعيا الجميع إلى الحوار ونبذ العنف ضمن شرعية الاتفاق السياسي. كما رحب العماري بالوساطات العربية والدولية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، رافضا في الوقت ذاته أن يكون الوسيط منحازا لطرف دون آخر على حد تعبيره. جدد السفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان دعم بلاده لحكومة الوفاق وحرصها على الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية من أجل تحقيق الاستقرار. هذا وناقش دوغان الأربعاء مع عضو المجلس الرئاسي محمد العماري سبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. يشار إلى أن السفير التركي أحمد دوغان باشر عمله من مقر سفارة بلاده بالعاصمة طرابلس نهاية يناير الماضي. حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر الأطراف الليبية من تحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة، وأعرب كوبلر عن قلق البعثة من إنشاء أجسام عسكرية موازية، الأمر الذي اعتبره معرقلا للاتفاق السياسي. كما جدد كوبلر دعوته لبناء جيش موحد بتسلسل واضح للقيادة بحسب وصفه، مشيرا في تصريح نشر عبر الموقع الرسمي للبعثة إن المرحلة تحتاج إلى حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ الشمول والتوافق وإلى جهود جادة لتحقيق المصالحة الوطنية. قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق السور إن المكتب طالب غرفة عمليات البنيان بالاحتفاظ بكافة ما يتعلق بعناصر تنظيم الدولة من أجل استكمال التحقيقات في المحاضر التي تم فتحها في جرائم التنظيم بكافة أنحاء البلاد. وجرائم سرقة 7 مصارف وسرقة مصرف ليبيا المركزي مرتين، إضافة إلى جريمة قتل مجموعة من العناصر العاملة في المحطة البخارية التابعة للشركة الكهرباء، وجرائم تتعلق بتفجير بوابات
مثل بوابة الكراريم، بوابة دفنية، بوابة مسلاتة، أيضا جريمة تفجير التي وقعت في معسكر غفر السواحل بمدينة قصديتن، إضافة إلى بعض الجرائم اللي وقعت في طرابلس. هذه الوقائع توجد فيها محاضر لدى مكتب النائب العام والنيابات التابعة، وهي محاضر تحقيق مفتوحة تحت. فتم في شهر 5 مع بداية العملية مخاطبة غرفة العمليات القنية المرصوص بضرورة تحريز كل المستندات والوثائق والأجهزة الإلكترونية والأجهزة النقالة لاستخدامها كمادة للتحقيق. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. عضو المجلس البلدي ترهون جميل الحمروني تطلع على الأوضاع المتردية لعدد من المؤسسات التعليمية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. اجتمع رئيس المجلس المحلي بني وليد بأصحاب مستودعات الغاز بالمدينة لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بنقص غاز الطهو عقب أزمة نقص الغاز التي شهدتها مدينة بني وليد خلال الأسبوعين الماضيين. وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع آلية لتوزيع الاسطوانات لتخفيف الازدحام ومنع تهريب هذه السلعة. يأتي هذا بعد أن أصدر مكتب الاقتصاد الليبي قرارا يختص بمتابعة كل الكميات الداخلة إلى المدينة والإشراف عليها حتى يتم توزيعها على المواطنين. المواطنين يعانون معاناة شديدة من نقص الاسطوانات داخل المدينة. الحقيقة تمحور هذا أو تمخض هذا الاجتماع في آلية أو ترتيبات ممكن أن تحد من ظاهرة السوق السوداء والتهريب لهذه السلعة. الحقيقة تم إصدار قرار من مكتب خدمات من مكتب الاقتصاد بالخصوص، وهو متابعة كل الكميات الداخلة إلى مدينة بني وليد والإشراف عليها حتى تصل إلى المواطن داخل المدينة. بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل الأول، تقوم عضو المجلس البلدي ترهون جميل الحمروني بزيارة لعدد من المؤسسات التعليمية للاطلاع على الأوضاع المتردية التي تشهدها مؤسسات قطاع التعليم. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. كثيرة هي المعوقات التي اصطدم بها قطاع التعليم منذ بدايته المتعثرة والمتأخرة، فمن نقص الكتاب إلى غياب المعلم وعدم وجود خطط لتطوير وسائل التعليم. اليوم يختتم الفصل الأول من هذه المسرحية المأساوية لحالة التعليم في جل مؤسساته. ما فيش كراسي تامات، الرواشن يعني ما فيهنش رواشن، الشتاء صقع، البيبان مكسرات،
مدرستنا يعني تعاني من هلبة مشاكل. مدرسة الخضراء للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد أحمد الهادي للتعليم الثانوي كانتا مقصد عضو بلدي ترهونة السيدة جميلة الحمروني لزيارتهما والكشف على ظروف عمل إدارتهما وأخذ ملاحظاتها، متعهدة لهم بتسخير كافة إمكانات بلدي ترهونة لحلحلة هذه العراقيل بشكل عاجل خلال عطلة نصف السنة. كان برنامج الاستيعاب الطلبة ما شاء الله، وكان عندهم استعداد للامتحانات بشكل منظم، لكن المشاكل اللي تعاني منها كإدارة مدرسة ويعانوا منها الطلاب اللي هي العزز اللي موجود داخل المؤسسات التعليمية من معلمين، ونتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تهتم بقطاع التعليم بشكل عام من حيث صيانة المؤسسات التعليمية في بعض المدارس من 2003 و2006 ما خشت الصيانة نهائيا. ليست أجواء الامتحانات هي التي تملأ وجوه وعيون الطلاب حيرة، وإنما المستقبل الذي يصعب التنبؤ به في بلادهم، مستقبلا تشير مؤشراته حتما نحو المجهول. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. تم ترحيل مهاجرين غير قانونيين من الجنسية السنغالية الخميس عبر مطار معتيقة الدولي، وذلك في إطار الترحيل التوعي للراغبين في العودة إلى بلدانهم. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. في إطار ترحيل المهاجرين غير القانونيين وبالتنسيق المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بطرابلس والسفارة السنغالية، سيتم ترحيل 170 مهاجرا من الجنسية السنغالية من عدة مقار إيوائية بالعاصمة. تنسيق بين مسؤول السفارة السنغالية هنا وجهاز المكافحة الهجرة غير شرعية، تم الوصول لأعداد معينة من المهاجرين اللي يرغبوا في العودة الطوعية. طبعا الشغل الأساسي للمنظمة هي مساعدة المهاجرين للعودة الطوعية فقط وليس الترحيل القسري. حاليا حنطلع بهم من مقرنا في طريق السكة لمطار معتيقة. العدد الإجمالي هو 83، فيهم امرأة و82 رجل. هذه الرحلة الثانية، الرحلة اليوم الثلاثة اللي فات رحلنا 57 امرأة لنيجيريا. المستهدفين اليوم من الجنسية السنغالية. مندوب السفارة السنغالية لدى ليبيا حاضر بدوره لتسهيل إتمام إجراءات مواطنيه وحصر أعدادهم قبل الإقلاع من مطار معتيقة الدولي. هناك تواصل وعلاقة جيدة بين الدولة الليبية والسنغالية، ولو وجود لأي إشكالية فقط بعض الإجراءات القانونية. يبدو أن حلم العبور إلى القارة العجوز لهؤلاء الشباب صار طي النسيان بعد اختيارهم العودة إلى أوطانهم وبمساعدة الأجهزة الأمنية الليبية والمنظمات الدولية المختصة في شؤون الهجرة. تسبب انفجار عبوة ناسفة بالمحطة رقم 304 بالمسار الرئيسي لمنظومة الحصاونة التابعة لجهاز النار الصناعي، تسبب في تضرر صمام الهواء بشكل كامل. وبحسب مكتب الإعلام بالمنظومة، فقد باشرت فرق الصيانة أعمالها واصفا هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن منظومة النهر تعرضت أكثر من مرة لأعمال تخريبية، مما تسبب أكثر من مرة في توقف ضخ المياه عن عدد من المدن. إليكم الخبر الأخير، حيث قام المجلس البلدي سوق الجمعة الاثنين بتسليم موقع مشروع الصيانة ورصف طريق جامع السقع الرابط مع طريق الخدمات. يأتي هذا المشروع بناء على الاتفاق المبرم بين البلدية مع الشركة المنفذة، وقد شرعت الشركة بتنفيذ الأعمال بأرض المشروع. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم لنهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة فبراير في عدد من المدن والمناطق. السراج يقول أن استقلال المؤسسة العسكرية عن السلطة السياسية أمر غير مقبول، والمبادرة المصرية مجرد أفكار.
والسوري يؤكد أن المكتب طلب غرفة عمليات البنيان بالاحتفاظ بكافة ما يتعلق بعناصر التنظيم من أجل استكمال التحقيقات. نهاية النشرة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.